انا بالنسبه لي هذاك ماشي حل. بالنسبه لي هذاك اش نقول لك، ظاهرا اللي هذه المساله خصنا نعالجوها بطرق اخرى اللي هي فيها توعيه وفيها ندوات، فهمتي، تثقيفيه باش الناس توعى بالطريقه. اما بالنسبه للصفاره ولينا بحال كنعيشوا في واحد المجتمع اش نقول لك، كل مره كيقولوا حاجه في شكل. بالنسبه للقضيه ديال الصفاره، فما الحق الدريه انها تدافع على 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 تدافع على راسها بالصفاره ولا بغير الصفاره؟ غير انا متفق مع هذه الفكره، ولكن من الجانب الاخر اول مره غنوليو نشوفوا في المغرب كفره غتصفر على كفره وما كاينش حكام، ما كاينش مباراه، وهذا هو الاشكال. بالنسبه لهذه الظاهره ديال التحرش كثرت بزاف، وحنا مع هذه القضيه ديال الصفاره، ولكن من واحد الجانب، من واحد الجانب اخر حنا غادي نوليو مهددين، حيت ما يمكنش انايا نهضر على راسي، ما يمكنش انا ندوز من الشارع وحده، يعني هذيك التصرفات ديالي كتستفزني، ما يمكنش نتحرش، وحنا ضروري حتى حنا نديرو شي حل اخر، نخرجوا حنا وما خرجوا الصفاره، حنا نخرجوا شي حاجات اخرين. شحال الصفاره اللي خرجوها ماشي حل. ايوا الحمد لله حنا كنمشيو ونجوا في الوقت، نمشيو نخرجوا في 5 الصباح 6 الصباح، ما عمرش غتعدى علينا. خدامين الحمد لله، الانسان اللي داخل وسط راسو ما كاين حتى شي واحد الحمد لله اللي غيتعدى عليه، واللي ما داخلش سوق راسو راه ضروري غادي يشوف المشاكل. ديك الصفاره انا ما متفقاش عليها، ما خاصهاش تكون. بنادم يتخرج مع الباب يتوكل على الله، الحمد لله ما غيوقع ليه حتى شي حاجه. بالنسبه لهاد الصفاره مزيانه، ولا كان ممكن يخرجوا شي حاجه زايده على الصفاره، عملوا كلاكسون ديال الكاميون مزيان. تحرشت بيا تحرش بها حتى انا شحال مل. المهم انا ضد هاد الفكره، باش البنت يتحرش عليها شي واحد وتهز الصفاره البوليس، واش غيجي من ما المهم البوليس ما غيسمعهاش، وهاد الفكره راه متناقضه، فهمتي؟ صافي مزيانه عجبتني الفكره، ولكن ما عرفتش واش غادي يديوها فيها الناس ولا لا. ما بعدا كاين اصلا هاد الرجال ديال هاد الوقت، حتى واحد ما يعتقك واخا تكون عندك بشير الصفاره. صراحه الا كان كلشي هزه غادي ناخذها معايا. وفي نظري هما البنات يحترموا، المهم يحاولوا يحترموا راسهم لا في اللباس ولا في كلشي، والدراري يحاولوا يغضوا شويه النظر وبعدهم منهم ويديروهم خواتاتهم. على حسب، نقدر نساعدها الا كانت محترمه نقدر نساعدها، ولكن الا كانت بنت اصلا ما محترماش وباينه من اللبس ديالها ماشي سميتو، نقدر ندوز بحال هادشي وما ندير والو. ايوا الصفاره المغرب ديالنا هو بوحدو اللي فيه كفرات كيصفروا على بعضياتهم. لا ما مزياناش، محل ما توزع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.